يخلص الأمور. محمد سالم يسجل هدف المباراة الثالث بالكرة الماضية. شوف التمريرة، شوف الانطلاقة من عبد العزيز فايز والكرة اللي أرسلت لسكوكو والتسديدة على يمين خالد الثاني، وبالتالي هدف ثالث، الهدف الثالث. نعم الثالث لفريق العين. جذاب هذا المساء. رادو يتقدم، كرة ملعوبة، يا سلام يا سلام يا رادوي، ماذا تفعل يا رادوي؟ هو مستعد.